يقول الشيخ وتطيب. الدليل على أن تطيب مسنون عند الإحرام حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وعند إحلاله وعند طوافه بالبيت. قوله وتطيب، المراد بالتطيب هو ما كان على البدن. السنة أن يكون التطيب في الإحرام في البدن، ويخص منه مواضع يسمونها يعني المواضع التي تخرج منها الريح كالآباط ونحوها، هي التي المغابن، أحسنت الشيخ، المغابن هي التي تستحب أن تكون فيها، لأنه يكون مواضع يعني الرائحة، هو مقصود من الطيب إزالة الرائحة. أما الثوب، انظر معي، أما الثوب مشهور المذهب، فقط أبين لكم المذهب وسأبين لكم الرواية الثانية يعني باب عشان نضبط. مشهور المذهب أن تطيب الثوب مكروه وليس حراما، أن تطيب الثوب مكروه. قالوا لأن عائشة قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل الثوب ويشمل البدن. لكن لما هو مكروه؟ قالوا لاحتمال أن يكون الطيب على الثوب وبعد الإحرام يأتي للبدن، فيكون كأنك طيبت بدنك. طيب انظر معي، ما الذي بناه الفقهاء رحمهم الله تعالى على قولهم إنه مكروه تطيب البدن، تطيب الثوب؟ يقول الفقهاء لو أن امرأة طيب رداءه ثم خلعه بعد الإحرام، إذا لبسه سيكون قد أنشأ لبسا جديدا، ويكون اللبس ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ طيب. فيقولون إذا خلع الثوب المطيب فلا يجوز له لبسه إلا أن يغسله. هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية وهي قول الآجري عليه رحمة الله أن الطيب، أن طيب الثوب غير مشروع بالكلية، وهو الأقرب، هو الذي يعني عليه الفتوى. فقط أنا أردت فقط لكي وإن كان ليس منهجي أن أذكر الخلاف. يمنع منه، ليس محرما لكن يمنع منه. الجزم بالتحريم صعب شوي، لكن أظن أنا ترى مسألة بعيدة عن ذهني، يعني من زمان ذهني كلام الآجري نقله الإنصاف أنه أمر قال بالتحريم، أظن قال بالتحريم، نعم أظن، لكن لعلها تراجع المسألة، نسيت. طيب إذا وضحت سم الطيب، ما طيب ثوبك؟ الثوب اللي هو الرداء أو الإزار، الجسم طيبه ما يضرك.